هاو في بالك هاو في بالك. مرحبا، أمس وقفتني مريا باش تسألني على ولدها سجين تحب تزوره. الصراحة حبيت نعاونها لكن ما نجمتش نعاونها عمليا إلا بتقديم جملة من المعلومات، وقمت من خلالها بكتابة إجراءات تخص السجين وبعض الحقوق اللي يتمتع بها. ونبدأ باش نجاوب على المرة هذه. طريقة الحصول على بطاقة الزيارة: بطاقة الزيارة تسند مالها للسجناء الموقوفين تحفظيا ولا المحكوم عليهم بحكم غير بات من قبل القاضي المتعهد بالقضية. أما بطاقة زيارة السجين فإنها تسند من قبل الإدارة المكلفة بالسجون والإصلاح، والطريقة سهلة ياسر بما أنه تكون بمجرد مطلب من الأشخاص المخول لهم حق الزيارة، يا إما بصفة جماعية ولا بصفة منفردة. وفما حكاية هي شهادة الخروج من السجن، فإنه يسندها قاضي تنفيذ العقوبات في منح المحكوم عليهم تراخيص الخروج. أما الموقوفين تحفظيا تكون من القاضي المتعهد بالقضية. سؤال آخر: ينجمش السجين يعقد زواجه في مدة إيداعه في السجن؟ والإجابة أنه السجين ينجم يعقد زواجه مدة إيداعه بالسجن في حالة التأكد، وحالة التأكد يقدرها القاضي وتتطلب ترخيص من الجهة القضائية المتعهدة بالنسبة للموقوفين تحفظيا ولا المحكوم عليهم بحكم بات من الإدارة المكلفة بالسجون والإصلاح. السؤال الموالي هو: ينجمش السجين يتصرف في أمواله؟ والجواب أنه السجين يمكن له التصرف في أمواله وإبرام العقود المتأكدة بالمدة اللي يبدأ فيها مسجون، ويحرم من حق هذا المحكوم عليه في جناية واحدة بالسجن أكثر من 10 سنوات من تاريخ الحكم عليه إلى إتمام مدة عقابه. وبطبيعة الحال يكون الترخيص من الجهة القضائية المتعهدة بالنسبة للموقوف تحفظيا ولا المحكوم بحكم غير بات من الإدارة المتعهدة بالسجون والإصلاح بالنسبة للمحكوم عليهم بحكم بات، ويقع تعيين مقدم للقيام بإدارة مكاسبه. هذه بعض الحقوق اللي يتمتع بهم السجين، وإن شاء الله نهاركم زين وفي أمان الله. هاو في بالك هاو في بالك.